أهلا بك في اليوم السادس من الدورة. البوميرانج، مرآة العالم تجسد الأفكار. مثال: إذا كان مظهركم لا يسركم فإنكم تنظرون في المرآة من دون رضا أو سرور، وكل اهتمامكم موجه نحو السمات التي لا تعجبكم، أي تلك التي تقررون من الضروري أن تدركوا أن انعكاسكم في المرآة متوافق مع موقفكم من أنفسكم. أنشئوا لأنفسكم قاعدة جديدة: لا تنظروا بل تمعنوا في مرآة العالم، واعثروا على الجيد وأهملوا السيء، واسعوا لفلترة كل هذا من خلال هذه المصفاة. ركزوا اهتمامكم على ما تودون الحصول عليه. ماذا فعلتم في السابق؟ ثبتتم واقعا: أنا لا أعجب نفسي، عالمي لا يعجبني، والمرآة عززت هذه الواقعة. صحيح، هذا ما حدث بالفعل. والآن لديكم مسألة أخرى: أوجدوا فقط تلك السمات التي توافق روحكم، وفي الوقت نفسه يمكن تقديمها على النمط الفكري المرغوب. منذ هذه اللحظة كل ما تفعلونه هو البحث وإيجاد كل الإثباتات الجديدة للتغيرات الإيجابية، وكل يوم تصبح الحال أفضل وأفضل. فإذا كنتم ستمارسون هذه التقنية دورياً، سرعان ما سيصبح شغلكم شاغل هو فتح فمكم من شدة التعجب. ما ترسلونه إلى العالم من أفكار سيرتد إليكم تماماً كما يرتد الجسم المقوس المسمى بوميرانج. ماذا يحدث عندما يكره الإنسان أمراً ما؟ يوظف في هذا الإحساس وحدة الروح والعقل. النمط الواضح ينعكس في المرآة فيملأ حيز العالم كله. في النتيجة يغضب الإنسان أكثر، وبذلك يقوي إحساسه ذهنياً. هو يوبخ ويشتم الجميع، فتعيد المرآة ذلك إليه: أنت وبخت وشتمت، وهم وبخوك وشتموك، فكل ما تفعله يرتد إليك. تجنبوا إصدار الأشياء السلبية، فأنتم حتماً ستحصلون على صدى ذلك نفسه. فهل تعلمون أن الحب هو بوميرانج أيضاً؟